مساء الخير وتحية طيبة لجميع جماهير فريق الرجاء الرياضي في جميع بقاع العالم. بخصوص لقاء المذبحة أو المجزرة التحكيمية بين فريق نهضة بركان والرجاء الرياضي اللي تقام ليلة أمس، فأنا كان اعتبره لقاء المؤامرة اللي كانت واضحة للعيان، لقاء الدسائس اللي بين عليها الحكم اللي بدون شك بدون شك كان يعني متآمر مع بعض الناس اللي هزم فريق الرجاء الرياضي، وذلك يتبين من خلال تدخلات ديال جميع لاعبي نهضة بركان في حق لاعبي فريق الرجاء الرياضي. وبالخصوص شفنا التغاضي ديال السي الحكم اللي أساء للتحكيم المغربي وأساء لنفسه، وشفنا تدخلات ديال العربي الناجي في حق بن حليب، تدخل خطير اللي حرم بن حليب بإتمام الموسم ديالو، شفنا تدخل كذلك في حق متولي، في حق مالونغو، في حق الرحيمي. يعني داك الشيء كان واضح للعيان، يعني إذا جبنا واحد الطفل عنده 10 سنوات غيقول لك بأن الحكم بدون شك متلقي تعليمات من جهة ما لإفساد اللقاء وإعطاء نتيجة المباراة للفريق نهضة بركان. أنا الرسالة ديالي اللي كنوجهها للمسؤولين على كرة القدم المغربية، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، راه عمركم غادي تقدروا تهزموا فريق الرجاء البيضاوي، راه ما عمركم ما غتقدروا تحدوا من الشعبية ديال فريق الرجاء البيضاوي، راه عمركم ما غادي تقدروا تحبسوا فريق الرجاء البيضاوي من الفوز بالألقاب. حاولتوا بجميع الطرق، حاولتوا باش تحبسوا الانتدابات على فريق الرجاء، حاولتوا بالتحكيم، حاولتوا بالبرمجة، شنو بقى لكم كثر؟ ما بقى لكم حتى شي حاجه نهائيا. لو كانت عندكم يعني الذاكره قويه، خاصكم تعرفوا بان فريق الرجاء البيضاوي راه مولف بهذا النوع ديال الدسائس اللي كتقوموا بها انتم حاليا، وربما عشنا اكثر منها في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات وحتى بدايه التسعينات، ولكن للاسف الشديد ما تقدروش على هذه الفرقه لسبب بسيط اقولها واكررها. فريق الرجاء البيضاوي هو فريق فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء راه عنده واحد المرجعيه تاريخيه ما غاديش نفككم فيها، ربما اذا بحثتوا في جوجل غادي تعرفوا علاش. هذه من جهه، من جهه اخرى يعني كل شيء المتتبعين ديال الشان الرياضي المغربي الكروي الخصوص عارفين بان الناس تتحرك وجهات معلومه بطبيعه الحال تتحرك من اجل اعطاء لقب او درع البطوله لفريق نهضه بركان. واخا سيدي مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل، اذا كنتو باغي تعطيوهم البطوله اعطيوها لهم مباشره، ما كاينلاش تبقاو في هذه الانحيازات التحكيميه وفي هذه البرمجه ديال والو وفي صافي لعبوا معنا كره نزيهه. حيت جميع المسؤولين ديال بعض الفرق ما كنعممش بطبيعه الحال كيعرفوا بان الى لعبوا كره مع الرجاء، كره نزيهه مع الرجاء، الرجاء غتربحهم او بالعربيه الترابط غتاكلهم، وهذه قوله انا اقتبستها شخصيا من اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي اللي هو المعطاوي التيجاني اللي كان قالها في 1992 في المركب البلدي بالقنيطره. هذه من جهه، من جهه اخرى خاصكم يعني تحمدوا الله وتشكروه على وجود واحد الكيان اللي هو نادي الرجاء الرياضي في المغرب، لان الرجاء ملي كتكون لعبه في شي في شي في شي مدينه راه كتكون عندكم يعني شنو نقول لك بحال واحد التظاهره عالميه، التجاره ديالكم كتمشى في ديك المدينه، الفنادق ديالكم كتمشى، الخزينه ديال الانديه كتنتعش. حنا مركب بركان شنو نقول لك ديما خاوي حتى كتجي الرجاء هذا كيعمر، فوالا المركب ديال جديده ديما خاوي، المركب ديال الزمامله ديما خاوي، المركب ديال واد زم ديما خاوي، حتى كتجي الرجاء، حتى كتجي الرجاء عاد كتعمركم التيرانات ديالكم، عاد كيوليو لي بي ديالكم كيتبعوا، والفرقه المخيره في هادو اللي ذكرت دابا كدير الدخله ب 10 دراهم وتا واحد ما كيدخل، حتى كتجي الرجاء عاد التذكره سبحان الله كتطلع ما بين 30 40 50 درهم. يعني خاصكم تحمدوا الله على وجود هذا الكيان
اللي كينتمي لهاد الدوله الشريفه اللي كيساهم في الاقتصاد ديال المدن او الاقاليم ديالكم. دونك عوض تحاربونا خاصكم تضيفونا. شفنا البارح الجماهير اللي بقات على برا اللي ما عندناش اللي بيك سيتيرا، وداك الشيء كله كان يعني ممنهج قبل. الله يجازيكم بخير. انا كنوجه الرساله ديالي السي فوزي القجع بصيفته المسؤول على الكره في في في, في هذه البلاد السعيده. السي فوزي القجع، رسالتي هي الكره النظيفه دائما كتعطي فرق قويه، الكره النظيفه دائما كتعطي منتخب قوي، وكتعطي جامعه قويه، وكتعطي عصبه قويه، وكتعطي حكام نزهاء واقوياء كذلك. الله يخليك السي فوزي القجع، حنا عارفين بان ما بقى لك والو في الجامعه اللي كترأس. على الاقل على الاقل خرج من الباب الكبير ودير شي حاجه زوينه اللي تخلي الناس يذكروك بها. على الاقل على الاقل اعطي غير تعليمات صارمه للحكام اللي كيلعبوا في هذه البطوله، سواء في بريمي ديفيزيون سواء دوزيام ديفيزيون، باش يلعبوا بضمير حي، بضمير حي اقولها واكررها. راه جينا نلعبوا داك اللعب ديال 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 طومي جيري، راه كنبقاو حنا دائما غالبين. راه هاد الناس حاولوا معنا بالبرمجه ما كدوش علينا، حاولوا بالتحكيم ما كدوش علينا، حاولوا يحبسوا الجماهير ديالنا ما كدوش علينا. فوالا. وفي الختام كنتمنى الشفاء العاجل للاعب بن حليب، وكنتمنى الجماهير فريق الرجاء البيضاوي دير دائما اليد في اليد ضد هاد الناس اللي ما باغيش لينا الخير، ضد هاد الناس اللي باغيين يعرقلوا المسيره ديال النادي. وديما ديما